السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ كي دايره الصحه؟ كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم عندنا واحد نحط معكم واحد الطورطه ببعويده، وفي هذه المنطقه ديالنا حنا ساكنين كيقول ليها البواغه. واحد الشيء بغيت نقول لكم، وغادي نشاركها مع خوتي وخواتاتي اليوم، وغادي ندوزو المقادير. فرجه ممتعه. انا 250 غرام ديال الدقيق كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، عندنا هنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا ثلاثه بعويده كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، كنحتاجوا الملحه، وعندنا المدافي وبيضه باش غادي نخلطوا هاد لي بات بريزي. وغادي ندوزو خوتي وخواتاتي نحضروا معكم هاد البات بريزي. بسم الله توكلنا على الله. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، غندوزو نحضروا بات بريزي. بسم الله كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، ناخذ قبصه ديال الملح كما كتشوفوا، غادي ناخذ الزبده، وغادي نبقاو نبسبسو كما كتشوفوا بهذه الطريقه باش ندخلو الزبده مع الدقيق. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، بسبسنا الزبده مع الدقيق، دابا غادي نزيدو عليها بيضه. بسم الله كما كتشوفوا، غادي ناخذ شويه الماء، جوج معالق ولا غنديروا وحده واحد المعلقه، غادي نخلطوا بهذه الطريقه. وكنستمروا بيدينا ما شاء الله كنخدموا. شوفوا خوتي وخواتاتي، شناها شويه قاصحه، نزيدها شويه ديال الماء باش نخدمو. شوفوا حضرنا البات بريزي خوتي وخواتاتي، كنجمعو فيها دابا نشوفو بهاد الطريقه. ودابا غادي نديرها في السيلوفان كما كتشوفو، غنغطو عليها وعندو هاد التلاجة نقولها ترتاح شويه، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، انا قطعت البعويده هو هذا دابا، وغنديروا ليه السكر كما كتشوفوا جوج معالق كبار. غادي ناخذوا اللحم، نرشوا عليه اللحم. والحاجه الغريبه اللي جاتني انا في هاد الوصفه، هاد الوصفه الحاجه جات فيها غريبه هو البزار، ديروا فيها هما البزار. هادشي بغيت نعرف. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، رشينا على شويه بزار، وغادي نخلطو. حنا في البيري هنا كتشوفوا خوتي وخواتاتي، كنديروا لها عاد البزار، واللي بغى يدير القرفه يدير القرفه باش ينسم كما كتشوفوا بهذه الطريقه. انا غلطه، وغادي نخليها ترتاح ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. كتشوفوا خوتي وخواتاتي، خرجت البات بريزي، هذا ما خليناها واحد نص ساعه في الثلاجه، ودابا نخدموها ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، حنا قطعنا البات بريزي بهذه الطريقه، وانا قطعتها بهذا الشكل هو هذا كما كتشوفوا خوتي وخواتاتي، حطيتها وانا قطعت بهذه الطريقه. ودابا غنخدم معكم خوتي وخواتاتي، دابا غادي نشدو بعويده مقطع، غادي نعمرو، ما غاديش نعمرو من هنا باش نحطو لي هاد لاباط فوق هادي باش نسودو، وكنصورو و راه غادي تشوفو معايا كلشي حتى ال تشوفو خوتي وخواتاتي. انا حطينا بواغ، دابا غادي نديرو الما هنا باش نسودو. شوفو خوتي وخواتاتي، انا كنسودي فيهم دابا تشوفو بهاد الطريقة، كنزيدو شوية العجينة باش تقاد الما هنا مع الماء باش نسودو كما كتشوفو بهاد الطريقة. و كناخدو الفرشيطة كما كتشوفو بهاد الطريقة،
موتوا شويه كما تشوفوا، موت ما نزديش بهذه الطريقه، اوبن سويو بهذه الطريقه كما كتشوفوا خوتي فاكتين. انا خويت واحد البيضه هنا 16 من القهوه وين دهنا من الفوق، شوفوا خوتي فاكتين دهنا من البيض. دابا غنثقبوهم بهذه الثقبه بهذا الشكل، ودابا غندهم الفور ان شاء الله. وخليكم معايا فرجة ممتعة. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، انا زينت دابا شويه ديال اللوز خوتي خواتاتي، انا درتها في الفرن على 180 درجه ديال الحراره على مده نص ساعه، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. خوتي خواتاتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البواغا كي حضرت معكم اليوم، هذا هو الشكل النهائي كما تشوفوا. وانا زينتها بواحد شويه ديال اللوز ايفيلي وزدت عليها السكر كلاصي كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بهذه الطريقه، وها هي جات لذيذه. وغادي نجربها مع خوتي خواتاتي، غادي تشوفوا اش هي هذيك ما شاء الله. ما شاء الله، بسم الله. كما كتشوفوا ما شاء الله جات لذيذه، باينه فيها ريحتها كتشهي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي قطعناها بهذا الشكل كما كتشوفوا، ودابا غادي ناخذ واحد شويه نذوقوا مع خوتي خواتاتي. بسم الله، باقي سخونه، جات بنينه مع داك الشكل ديال البزار، عطاها واحد المذاق زوين ما شاء الله. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى الفيديو المقبل ان شاء الله، مع السلامه، الى اللقاء.